وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية يعني قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 338 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة. إذن أين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وأين اتفاقية جنيف مثلا؟ يعني هذا سؤال مطروح منذ عقود من الزمن. لم تكن الأمم المتحدة بمستوى المناط بها أو بمستوى التفويض الممنوح لها في كل الصراعات في كل أنحاء العالم، وهذا صار نمطا دائما، وتحديدا نحن الشعب الفلسطيني نعلم تمام العلم أن كل هذه النصوص التي تبلورت على شكل اتفاقيات ومواثيق دولية أو قرارات دولية لم تكن للتطبيق في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية نحن لا نريد أن نتخذ منهم عدوا، ولكنهم خيبوا أملنا دائما، ولعل الذي شجع إسرائيل على أن تذهب بعيدا في جريمتها المستمرة والممتدة منذ 75 عاما، واليوم يعني تصل ذروتها بعملية الإبادة الحاصلة في قطاع غزة، إنما كان ذلك لأن هذا العلم صمت ونافق تجاه إسرائيل وأعطاها عمليا بصمته ضوءا أخضر لتواصل التنكيل بالشعب الفلسطيني وقتلهم. نعم، يعني أريد أن أتحدث معك عن فكرة انتقال أكثر من مليون فلسطيني إلى الجنوب. يعني إسرائيل تريدهم أن ينزحوا إلى الجنوب بينما هي من تضرب الجنوب. كيف يمكن قراءة الإصرار الإسرائيلي للنزوح وهي خطوة حذر منها الكثيرون؟ إسرائيل كمشروع استيطاني إحلالي تفريغي هي تريد أصلا، وقد سعت وارتكبت العديد من المذابح والمجازر من أجل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وقد نجحوا في تهجير الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني خارج الوطن. اليوم يصطدم مشروعهم الاستعماري يصطدم بحقائق دامغة أن هذا المشروع يتصدع ويوشك أن ينهار، ولذلك كأنهم يريدون أن يستعيروا من الماضي بعض الجرائم والإشاعات من أجل دفع الشعب الفلسطيني ليغادر أرضه. هنا في قضية الذهاب جنوبا في قطاع غزة تلك خطوة أولى على أن يذهبوا مزيدا إلى الجنوب، يعني بمعنى أن المخطط الإسرائيلي هو إخلاء قطاع غزة ودفع السكان هناك ليذهبوا إلى مصر. هم يتجاهلون حقيقتين دامغتين، الأولى أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه مرة أخرى، والحقيقة الثانية هم يتجاهلون أن إلى جانبهم دولة لها سيادة على أرضها وعلى مقدراتها، وأنها يعني سترفض بشكل قاطع أن يمس أمنها القومي من خلال يعني أن تكون لا سمح الله شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. نعم. لذلك آمل أن يعني أن تكون هناك يعني أن يكون هناك ضغط دولي، وبكل تأكيد الشعب الفلسطيني سيقوم بما عليه بأن يصمد إلى أن تنقشع هذه الغمامة وتتوقف هذه الجريمة الكبرى التي تقترفها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم. نعم، يعني الفصائل أو فصائل المقاومة أعلنت بمقتل 13 أسيرا لديها في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. هل بتقديرك ملف الأسرى لم يصبح ذات أولوية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وماذا بشأن الجانب الأمريكي؟ يعني بالنسبة لإسرائيل تحاول أن تكابر وأن تظهر وكأن هذا الموضوع لا يعنيها، ولكن هو بالفعل يعنيها وسيتحول إلى حالة ضغط كبيرة عليها. يعني يحاولون ظهور مظهر أنهم يعني مقدمون على تنفيذ بقية تفاصيل أو فصول عدوانهم على الشعب الفلسطيني،
لكن هذا الأمر يوما ما سوف يفجر أزمات كبرى داخل إسرائيل، يعني حين لم تعر بالا لجنودها ولمواطنيها الذين تركتهم مع ظهر مكشوف حين تمكنت منهم المقاومة، وحين قتلت من قتلت وأسرت من أسرت. اليوم إسرائيل تريد أن تظهر يعني سياسة حازمة في التعامل مع هذا الموضوع. هذا في نهاية المطاف ستدفع ثمنه إسرائيل، و يعني لن تفيدهم المكابرة ولا حالة العمى التي تحكم سلوكهم وقراراتهم. نعم، الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، ما خطورة هذا الإعلان في الوضع الراهن أو ما الذي يعنيه؟ يعني أننا نحن نعيش يعني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري. بموجب ذلك يعني يوم أمس 15 شهيدا ارتقوا إما برصاص الجيش أو برصاص المستوطنين في إطار عملية تقاسم أدوار في إطار جريمة بشعة. هذا عاد عن المصابين الفلسطينيين وكانوا بالمئات الجرحى، يعني حصيلة الهبة الشعبية التي عبر من خلالها أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس عن رفضهم للمذبحة والمجزرة التي تقوم بها إسرائيل في غزة. إسرائيل قلقة من أن تنفجر الأوضاع بشكل شامل في الضفة الغربية وفي القدس، ولذلك أعلنوا الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي لا دخول ولا خروج، وكذلك يعني قيدوا الحركة على الطرق الامتثالية. الأمر الذي يعني أن الأوضاع يعني ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد، والشعب الفلسطيني يعني يعيش تحت الاحتلال العسكري من عقود من الزمن، اعتدنا على هذه المسائل ولم تكن غريبة، لكن يعني المتمعن في سلوك الاحتلال يجد أنه الاحتلال يعني يتصرف من واقع خوفه وقلقه وخيبته وفشله، وبالتالي صار لئيما أكثر، متوحشا أكثر، عدوانيا أكثر. لكن يعني هذا يبدو كأن الاحتلال إن شاء الله يعيش سنواته الأخيرة ويلفظ أنفاسه الأخيرة وسينقشع لا محالة عن وطننا وعن أرضنا وعن فطرنا وعن شعبنا. نعم، أخيرا، كيف يمكن أن تتضافر الجهود العربية لتسقط مخطط إسرائيل التهجيرية؟ يعني الموقف العربي الموحد، يعني حين تتوحد المواقف إسرائيل، يعني المواقف العربية إذا ما تبلورت وبشكل حازم مباشرة تكتشف إسرائيل أنها ليست سوى دولة قزم لا تساوي شيئا. هي أصلا إسرائيل يعني بدت وكأنها دولة ذات حضور في المنطقة معتمدة على ضعفنا وعلى انقسام مواقفنا، ولم يكن ذلك معتمد على قوتها. لذلك ندعو الإخوة العرب شعوبا وحكماء وحكومات ورؤساء وملوك وأمراء أن يوحدوا موقفهم لحسم هذه المعركة لصالح الشعب الفلسطيني. نعم، أشكرك من رام الله قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذا التحليل.